أبي يا أبي أبي فوق الشجرة يعطي كسر يعطي كسر. بابا أنا نحب ناخذ سمارت فون. شنية؟ نحب ناخذ سمارت فون. لويه؟ مش قلت لك خذ سمية بنت عمك؟ ليه؟ نحب ناخذ سمارت فون باهي. وش بها سمية بنت عمك؟ ساعة سمية عسل عسل؟ ليه ما فهمتيش بابا؟ نحب ناخذ تليفون. تليفون؟ لا 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 يا خويا، عاد سمية بنت عمك تتكلف اللي يرخص. تليفون لا غالي، ما نجموش تليفون. كان انت زادة تحب على تليفون قام قوم، ومشكلتك الفلوس عليك بسامسونج جالكسي جي 4 بلس. سمعت؟ فما سامسونج جي 4 بلس ب 649 دينار. أمال سيدي هو باش نعطيك الفلوس تاخذ واحد ليك وواحد لسمية بنت عمك. الله سيدي وينك البارح ليلة كاملة؟ ريحتك ما فماش؟ ريحتي ما فماش؟ لا يا سيا خليت صباتي في الكلوار. غريبة خشمك مسكر تتزمر زادا. وخليتني ليلة كاملة نستنى فيك على العشاء. والله بنت اصل ايش عملت؟ بيان سور كليت ورقة. الله يعطيك الصحة. هو اصلا العشاء نتاعك ما تنجم تاكله كان انت. باهي اسمعني ما تلفنيش. قلت لك البارح ليلة كاملة ريحتك ما فماش، ودو بلوس تليفونك مسكر. ما تكذبش تليفونك مسكر. خبز زلت ما كذبتش. اسمعني انا ماني راني معديت النهار نخدم عليك البارح، وتعرفوا تليفوني ما يشد الشارج. كيفاش جيت هذه؟ كان تليفونك ما يشد الشارج نهار كامل وكل يوم ترسيلك في عركه، عليك بالسامسونج جالكسي جي 4 بلس يشد لك الشارج نهار كامل وبالك مرتاح. ملا تعرفش كيفاش؟ هاي كيفاش هاني باش ناخذ لك تليفون سامسونج جالكسي جي 4 بلس، والمره الجايه قل لي تليفوني طايح شارج. كمل مره واحده، جيب لنا مره طيب لنا باش نرتاح، تنعود تجيك من الاربعه نتاع العشيه. سيب النهار كله وانت تتفرج في التلفزه. ايش نيا يا اخي؟ والله دريش برك، مازالوا 24 مسلسل في ساعه نكملهم ولا نقعدوا. نهار كله وانت تتفرج في المسلسلات التركيه، خلينا نتفرج معاك في الماتش شويه. تشنيا الماتش تفلم علينا، انت ثلاث سنين ماشي في بالك لارجو ديسير. بالله باش نبعثك تاكل الديسير في دار بوك تبارك كيفاش. هاي خلينا نتفرج الماتش، سيبني عايش. باش ما تقعدش نهار كامل تتعارك على التلفزة، عليك بالسامسونج جالكسي جي 4 بلس، فيه كرون بانوراميك 6 بوس. تعرفش كيفاش؟ هاو أنا باش نرتحك جملة واحدة، ومش خسارة فيك، تعرف شنو باش نعمل؟ إيه؟ باش نهدي لك تليفون سامسونج جالكسي جي 4 بلس، هاو الكرون. يا ولدي صدقني تحس روحك تتفرج معاها في الكور، المهم خلينا نتفرج في المسلسل. هكا تفهمنا مالا. انتم زادة كان تحبوا على سمارت فون سومو مرفق، عليكم بالتحفة هذه، حاجة هايلة برشا كاليتي سامسونج جالكسي جي 4 بلس. شدوا مليح الاسم هذا خاطر فيه دي كاليتي ما تلقاهم في حتى بلاصة، وسوم مرفق برشا. دونك كيكرون بانوراميك 6 بوس، كاميرا 13 ميجا بيكسل ويشد شارج، وسومو ب 649 دينار أكاهو. وانتم تعرفوا اللي تتفرجوا فينا تحب تربحوا عن سمارت فون سامسونج، كما تعودتوا ادخلوا توا على الباج فيسبوك سامسونج تونيزي، جاوبوا على السؤال اللي تلقاوه في كومنتير، ادخلوا توا على الباج فيسبوك سامسونج تونيزي وجاوبوا على السؤال اللي تلقاوه في كومنتير وتنجم تربح سمارت فون سامسونج. نذكركم اذا تحبوا تضمنوا لكاليتي سامسونج معناتها تاخذوا الاوفيسيال ديما يبدا عليه درابو تونس، ستادير هذا من عند سامسونج الاوفيسيال تلقاو عليه درابو تونس وتربح لكاليتي سامسونج. مرحبا بكم في ديما لاباس، مازلنا معاكم وسعداء باستقبال صديقنا وزميلنا محمد بوغلب. سي محمد مرحبا. مساء الخير. مرحبا بك. جمهورنا يحب يسالك. ديما لاباس. ديما لاباس. قلت صديقنا زميلك خاطر كيفاش تحب تعرف روحك؟ مازال صحفي عزيز على قلبك، اعلامي، كرونيكور؟
نرفوزي، شنو تحبي يعرفوك يعني؟ لا نرفوزي اعلامي ماهيش خدمه، ماهيش خدمه، هذيك صفه للي معناها يحب يوزع الصفات على الخلق. اي لا سوف كو باش نتناقشوا فيها، اما انت اعلامي بالنسبه لك حاجه تشرفك يعني، شنو الصفه تحب؟ هذيك الخدمه اللي نتقنها اعلامي. باهي بار كونتر نرفوزي ماهوش صفه. باهي معناتها محمد بوغالي بالناس يسألوا انت في حياتك اليوميه نرفوزي هكا ولا ذاك الشو الاعلامي؟ معناتها وقت اللي تتغشش يا محمد نحبوا نفهموا توا حاجه هذه، معناتها سامحني دخل ديريكت في الموضوع، من بعد عندي كوتي اخر نتاع محمد نحب نحكي عليه. وقت اللي تتغشش هل لزوم الشو ولا بالحق تبدا مغشش على اعصابك؟ شوف معناها وكانك انطلقت من مسلمه يعني امر واقع غير قابل للنقاش. انا عندي معناها في يعني على الاقل بعد الثوره تنجم تحسب من 2013 وانا موجود يعني في قنوات تلفزيه مختلفه. قديش من مره معناها هالمرات اللي صار فيهم حتى سنين، نحكيو على ثلاث اربع حلقات من عشرات اللي يعني يوميا تخدم من الاثنين لنهار الجمعه. واحنا عاده معناها الشعوب المتوسط، ما احناش معناها شعوب الاسكندنافيه نحكيو هكا، نحكيو بيدينا بجوارحنا. بالفرنسيه يقول لك il parle d'une façon passionnée بجواجيه. اما اني نقول لك حاجه، اذا في اللي صاروا هذوم الكلاش، اذا صار انه في الكلام اللي قلته فيه إساءة لأي شخص، أنا ما عندي حتى مشكلة أن نعتذر. نعتذر ما عنديش إشكال، لأنه أن الهدف متاعي ما هوش يعني أنه نعمل إشكال مع الضيف أبدا. اليوم مثلا نقرأ معناتها في الإعلام العرب اليوم حتى من الرقم القياسي في عدد المعارك الإعلامية محمد بوغاليب يسقط ضحية عصبيته، معناتها لهنا لا يخرج من شجار حتى لا يدخل حتى يدخل في غيره. صحيح مش صحيح، حتى حسابيا قداش من قلت لك انا موجود في التلفزه من 2013 قداش هذوم اللي صاروا؟ هذه قلت لك يمكن خاطر عملوا برشا حس به. محمد بوغاليب تقول انت من واجبي وغيره وغيره وغيره. اليوم شارع مغاربي قالت انت لا ماكش تدافع على المدرسه البرجيبيه، انت صحافي القصبه. شنو معناتها هما الناس تو تحب تقصر؟ اولا الشارع المغاربي هيك معناها تو تطلب مني شنو مش نسب جريده؟ ماني ما نجمش نسب يعني ما نسبش زملائي وما نسبش المؤسسات الاعلاميه. شو معناها صحفي القصبه؟ هذه قالها سليم الرياح. صحفتك هذه قالها سليم الرياح. سليم الرياح يحب يعمل عركه معايا، انا ما عنديش وقت باش نتعارك معاه ببساطه. كي تكمل الحوار شنو علاقتك بالضيوف؟ حتى نشوفك علاقه لا قبل لا بعد. نشوفك تروح مغشش معناتها من بعد تقول لهم في الامان. لا مانيش يعني مولى البرنامج، أني مع وقت مع التحية متاع المنشط الرئيسي أو المنشطة الرئيسية نكون خرجت على روحي. معناها في طبعي أني يعني حتى قبل البرامج أتفادى أني نتقابل مع الضيوف، نتفادى بعد البرنامج مباشرة نغادر معناها. من معناتها الناس واللي يقولوا غش بالحق لا 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 غش ولا أبدا بالعكس. ما يجمعني كان الاحترام بالناس، ولكن معناها شو المطلوب؟ احنا اللي يجمعنا الطاولة هذه كمل البرنامج، كل واحد معناها تصبح على خير، ولا معناها اذا وتات معناها مش تحكي مع ضيف تحكي، ماهيش مساله معناها مانيش معقد الدنيا. اما ما نعملش فيها معناها طاوله وكراسي، كملت خدمتي نخرج على روحي. هل غشت مع عبير موسي خليك لدرجه تقولها تنقوم لك؟ معناتها تقصد نقوم نضربك؟ يعني اولا سامحني وين قلت هذه؟ هي قالت، هي قالت يا اخي سامحني بعد صدق الله العظيم. تو هذا الغريب معناها. هل في اللقاء في المباشر فما الكلام هذا؟ لا عادية كانت تنجم تقول كلام آخر، تنجم يعني تفتري وتقول قال لي كلام آخر. هل تقال هذا؟ هل سمعوه الناس؟ لا هي قدمت روايتها وهي مسؤولة عن اللي قالته، وفما ناس حاضرين إذا قلت لها الكلام هذا. علاش يكذبوا عليك محمد؟ شكون شكونهم اللي يكذبوا عليك؟ علاش معناتها تقول مستهدف؟ تمثل اختر على شكون أنت؟ لا لا ما قلتلكش مستهدف. لا معناتها فما ناس تحرك، فما ناس شفنا برشا صحيح قنوات منافسة انتقدوك برشا بعد فصل المغزاوي. موقول أنت قول راهو هذا المنطلق متاعي، يعني أنا نسب محمد بوغلاب لأنه منافس ليا، نسمعك. اما ما تعمليش انت وجه تلبس ماسك وتحب تصور للناس اللي انت ناقد وتحلل بشكل موضوعي، وانت في من حقك انك يعني تستهدفني، اما تعلن انت شو الموقع نتاعك، ما تعملش فيها معناها هاك السيد وانت معناها عندك هدف واضح. كي تروح للدار تتفرج في روحك التشنجات اللي صارت مثلا تقعد تتفرج فيهم؟ نتفرج اما يعني مش بشكل دوري،
اما عاده معناها نرجع لل مثلا شو اللي صار شو ما صارش سيكونس على اليوتيوب يجيك ولدك يقول لك بابا شبيك مغشش شنو تجاوبه؟ لا مازال ولدي ما وصلش للمرحله هذيك معناها ولدي يتفرج في مستر بين تو اي ليه ليه اما كي يبدا يتفرج فيا في المباشر ويكمل البرنامج يولي يبكي يقول شبيه بابا خرج من التلفزه وما وصلش للدار نس خالد يولي يبكي كي انت تصيح لا لا هذه قليل ما الصياح في الدار في الدار فوالا دونك ما يعرفكش ما يعرفكش ما يعقلكش هذاك معناها نشوفوا توانسة وريناهم دي زيكستريم نصيحكم بعد باش نعرفوا محمد بوغلاب خاطر نحب نعرف في الاخر انا ما يمنيش في المواقف السياسية نحب نعرف محمد بوغلاب في الدار كيفاش لما كان يتغشش كان تجي المقرونة مالحة شوية كان هل على الماكلة آخر حاجة نجم نتغشش على حكاية أخرين أما على الماكلة آخر حاجة نعرف نعرف شنو محمد بوغلاب ولكن نشوفوا الناس شنو يقولوا في الشارع نقطة الضعف الوحيدة بتاعو كونه شوية عصبانة فهمتني كي يتعصب يولي يسيح ويعيط برشا وبعد ساعات يخرج على الموضوع اصلا مشكلته قراجم مش نورمال يشرب ياسر زيت ابارامون عياط هو الحق كلمته يقولها صريح اما عنده مشكله عياط يعيط برشا بوغلاب من معروف عنه يعرف برشا حاجات في اعتقاده صحيحه ما يجيش واحد اخر باش يغلطه فيها انت كي يقول لك انا اسمها زرقاء تقول لي لا حمراء أنا مش نعيط نقطع شعري لأني واثق كوني هي زرقاء محمد بوغلاب يعيط برشا وديما عامل مشاكل في البلاتو حسب رأيي أنا ما يقربع كان الفارق بوغلاب أنا رأيي فيه يتكلم ما يتكلم بعد ساعات يبدأ يعيط راهو ياسر في البلاتو يبدأ يتكلم ياسر على أعصابه وتقول ثم بنكة في حومة برشا يعيبوا عليه العياط وهو ماهوش عياط راهو تحب صحيح هو انفعال تلقائي انفعال بوزيتيف ايجابي خطر الناس في الوقت الحاضر يستفزوك بطريقه او باخرى فوالا دونك حتى الناس بارتاجي مي في اغلبيتهم متفاهمين معناتها الايماج نتاع كلمته يقولها اما تبالغ يا محمد وهذه التقديرات تبقى ديما شخصيه وانا نقول لك ما عنديش معناتها راني نبدا نتفرج شوف. فيك نقول ها باش يصرفك معناتها لا لا نحسك اللي تيقف تيق ما نحسك اللي باش نهار باش تقلبوا طاوله نهار باش تعملوا حاجه من الضيوف اللي تعداوا معناها الفتره الاخيره اي سامي عبو وسيم بن سدري حتى في المحيط القريب كانوا يتوقعوا على اساس المحيط المهني القريب كانوا يتوقعوا انه مش يصير كلاش ولكن شوف أنا كما جمعية الكرة البطولة تمتد يعني موسم كامل تنجمش أنت من أول مقابلة لآخر مقابلة تعتمد نفس الخطة ما تنجمش ما تنجمش يعني تتنوع أحيانا تأخذ دفاع أحيانا تشد الكرة في الوسط أحيانا تهاجم الخلاصة هي في نهاية الموسم أما تجي أحنا يعني تحلل يعني تقول ماتش يدوم 90 دقيقة وأنت تجي في الدقيقة 20 وتبدأ تحلل ما تجيش توا انت من خلال برنامج يعني حلقه او اثنين وتحب يعني تعمل صوره تقول هاو محمد بوغلاب، محمد بوغلاب هو اللي بدا يخدم في التلفزه من سنوات في قناه 21 يعني في 2002 في 2007 من بعد الثوره في التي دوبل في تي من بعد في الحوار في التاسعه في الوطنيه هذاك المسار كامل وقت اللي واحد يعمل فيكسيون ماهوش يعني ماهوش قاعد ينظر يعني بطريقه موضوعيه ماشي بطريقه موضوعيه فما مانيبيولاسيون فما محاوله التوظيف باهي محمد بوغلاب في البلاتوات منفعل ما يرشفهاش كيفاش تراه في العائله نتاعو محمد بوغلاب انا باش نبدا نحكي عليك وحدي باش نعمل اون مانشو انت كان عندك اعتراض او توضيح تفضل محمد بوغلاب كان طفل مشاكس ومشاغب على الاخر ديما ياكل ترايح خاطره صاحب عمايل والوالد نتاعك الله يرحمه كان راجل صعيب الوالد صعيب الله يرحمه اما ناكل الطريحة هي من عند الوالد وبدرجه اقل الوالده الوالد كان صعيب ويمكن في وقتها معناها كان ضروري كما توا نحكيوا على بورقيبه نقول شو ما عملش ديمقراطيه يعني في عام 56 معناها الله يرحمه كان صعيب في الظروف اللي كانت معناها ولكن الحقيقه وقت اللي كبرنا وعلى الاقل نحكي على روحي علاقتي بالوالد تغيرت تماما يعني اني الله يرحمه معناها مثلا ما عادش في اغلب الاوقات ما عادش نديله بايا نبدا معناها شويه مشاكسه معناها يا حاج ولا يا سي حامد وليت فما معناها علاقه نتاع صحبه ما كي نكبروا نفهموا وكي يجيبوا الاولاد نزيدوا نفهموا اكثر وزاد بايا معناها عرفنا واكتشف اولاده وقت اللي تغيرت نظرته لينا معناها بايا ما كانش مثلا يتفرج في التلفزه
يعني في أسلوب حياته التلفزة ما تعنيلوش حاجة كثيرة. في سنواته الأخيرة ولا مثلا يقعد في القهوة ما كانش. وقت اللي يقعد في القهوة يجيوا الناس يحكيوا له ولدك البارح قال، ولدك عمل، ولدك كذا. مشى خذا التلفزة حطها في بيته فقط باش يتفرج، باش يعرف معناه ولده ولا يحكيوا له عليه معناه شنو اللي يعمل فيه معناه. يسمعوا منا ولا تسمعوا. قداش يعني وقت اللي كنت نروح معناه قداش نبدا معناه نكون فرحان، كنحس اللي هو معناه فخور بي. فخور وانه ما ضيعش وقته معنا، وانه التضحيه اللي عملها معناه ما ضيعش. في بلاصة راضي عليك مات. ان شاء الله يكون راضي علينا الكل. الله يرحم. الله يرحم. كنت أعمل برشا عميل ربي يرحمه وأعرف في ربي أنتوكا وإن شاء الله ربي مثويه الجنة. تعرف يا نوفل الوالد كان وقت اللي يروح من الخدمة كان يخدم بناي، هو يروح والموقف هذا تعاود برشا مرات يغزر لي يقول لي أقرأ على روحك، قل لي يغزر إيديه إيديه تبدأ معناه بكلها مجرحة، قل لي شوف إيديه أقرأ على روحك باش تطلع خير مني. الله يرحمه. أذوكم بارشا الأولياء. تتذكر معناتها حكاية المرأة اللي تبدأ ما لا تعرف تقرأ وتكتب تبدأ شادة على ولدها. ما أذوكم من الأولياء اللي عندهم الوعي ما عندهمش ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا. أنت زاد حاجة بتتر حزت في نفسك وسمحني أنك ما خلطتش على ميت الولد لأنك كنت في الطيارة وقتها للسعودية. لا ما خلطت على أنا الوالد توفى معناها يرحمه وقت اللي الطيارة ما زالت كي خرجت وقتها كنت ماشي في الوفد الرسمي في القمة العربية اللاتينية في المملكة العربية السعودية مع رئيس الحكومة السابق سي لحب الصيد الله يذكره بالخير. وقت اللي ما زلت كي وصلت يعني الطيارة أصلا ما زلت ما هبطتش في الرياض وكلمتني معناها زوجتي قالت لي معناها قالت لي راهو عم الحاج الدوام لله. خرج الحقيقة سلاح بالصيد واللي نكن له برشا محبة وبرشا تقدير بصرف النظر على موقع السياسي معناها اليوم وغدوة. خرج معناها مازلنا في الطيارة عزاني وقال لي محمد شنو تحب؟ قلت له نحب نروح. والحقيقة معناها قاموا باللازم باش يعني وصلت من غدوة وخلطت معناها في الوقت و معناها ما كانش ممكن اني مع علاقتي بالموت علاقه خايبه شويه معناها لان يمكن فقدت ناس اللي عزاز عليا برشا. اما كنا مش نموتوا في النهايه معناها الله يرحمه. قعدت لنا الوالده هذيك هي اللي مضويه حياتنا ان شاء الله ربي يمتعها بالصحه خاصه. ربي يطول في عمرها. انت مخبي تصور ديما عندك تصور امك تصور الوالده الله يرحمه وحتى التصوير تعوض في حميده حطتها في الدار تصوير حطتها تعوض. في الدار في الدار عوض في رحمها يمكن نظر احنا ننساو ما يعنيش انني ملايكه اما شوف ننساو الناس اللي مروا في حياتنا من بعد ما عادش نذكرهم. عوض في حميده قراتني كانت استاذتي في اللغه الفرنسيه في معهد الوردانيين وكانت علاقتنا متوتره برشا كما ترى في التلفزه هيك هيك لكن بعد ولينا أصحاب وكان ليها الفضل أني دخلت إذاعة الشباب. أنا عمري ما ننسى يعني عواطف أمنت بيا ودزتني القدام ومش كانان يروا جيل كامل عواطف صنعت جيل من الصحفيين والمنشطين في تونس. ثم شخص آخر نحب نقول فيه كلمة توا لأنه معناها ظروفه الصحية صعبة شوية ومع الأسف تنسى اللي هو جمال الكرماوي. جمال الكرماوي من الناس اللي حبيبوني في الصحافة وتشرفت أني خدمت معاه في مجلة الإذاعة والتلفزة. الناس كل تتذكر أشياء في البال في الشروق يتذكروا قالوا الإعلان مع الأسف معناها بردوا عملوه شماعة معناها المؤتمر الانقلابي لنقابة الصحفيين عملوا وحده جمال الكرماوي ما حضروا فيه معناها مئات الصحفيين والبعض منهم هو يبرط عطوة. أما جمال الكرماوي صحافي كبير ومشهود له بالنزاهه والاخلاق الرفيعه والقيمه المهنيه ان شاء الله ربي يفرج عليه ان شاء الله ربي وانا فخور اللي خدمت معاه وتعلمت منه. معناتها سنين بوتيتر اما في الباج دو في الشروق شكون ما يقراش اشياء في البيل النهار وما يبداش. محمد بوغلي به الكلنا باش نموت وانت زاد عملت اكسيدون مره الكرهبه تقلبت بيك ثلاث مرات ها؟ مرتين الحمد لله معناتها تكتب لك عمر جديد. الحمد لله الحمد لله الكهرباء مشيت ولكن خرجت لباس معناها
الحمد لله خرجت لاباس ماشي العيد ميلاد ولد خويا معناها الحمد لله. بوغلاب في الدار انسان بيتوتي ما عندكش خرجات وسهريات؟ عندي معناها دايرة متاع أصحابي معناها دايرة ضيقة شوي. إي معناها أصحابي من أني يعني البلايص اللي تكثر فيها العباد ما نبداش على راحتي معناها حتى كي نمشي العرس ما نطولش معناها متاع ربيع ساعة ونوري وجهي ونمشي على روحي. هذاك علاش يصعب باش تلقى معناها تصاوري في عرس حتى حد اللهم تصاوروا عرسي. عرسك أنت الحمد لله حضرت. في الدار راجل مقلق شوي ما تعاونش. فاش؟ ما تعاونش مرتك ما تحبش تهبط بوبيل مثلا؟ لا الحقيقه مرتي ما تطلبش من كيما يرحمها هي وحدها تخرج ايست يمكن ياسر من هواياتي حكايه ما عندكش من اللي تدخل على مرتك تقول نحب نطيب حاجه رغم لا 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 تمام تبهبر ياسر تقول نعرف نطيب ما طيبش لا 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 ما نقولش اني من لن ندخل للكوجينه ولا حتى قهوه ما نطيبهاش عشت سنوات وحدي طيبت وعملت كل شيء توا كهو فاهم معناها نقعدوش حياتنا الكل واحنا في الكوجينه في الشارع ما كيفاش تتعامل مع العبيد في الشارع معناتها اللي يوجهوا لك برشا ملاحظات سيرتو برشا حكايات كيما كيكا معناتها نرفوزي دمك بارد ساعات يعني سيرتو توا بعد شهره كبيره معناتها في التلفزه ما عادش كالعاده سمعني ما فماش شهره في تونس وراهم يكذبوا علينا يعني شوف لو اني او انت كنا في مصر لو اني جيت في وضعيه مثلا انا في مصر راني في وضعيه عمر اديب اي صحيح راهو شرم الشيخ والعين السخنه صح ولا شورت شنو تشوف ما يعني النجوم التنشيط نجوم الاذاعه والتلفزيون في مصر تشوفهم بالشارع لا ما تشوفهمش ما تشوفهمش اي مثلا انت نجم نشوفوك تاكل في حاره هندي مثلا في الشارع تشوفني والله وخطرت المثال يعني الحقيقي لا معناها هو نمشي للخضار لا مش حنا مغروب مش مغروب ما عايش حياتي كناس ساعات نمشي معناها نقضي يعني معناها الخضره ونهبط يعني اللحم ناخذه والحقيقه من الوردانين بشكل منتظم معناها القضيه نعملها يعني مش حد اخر يوصلوك مساجات تهديد تخويف بعد حلقات كيما كيكا يعني مساجات يعني اللي يجي على الفيسبوك تو نعملوا لك تو نفعلوا لك تو كذا على التليفون لا والحمد لله معناها الامن مستتب على الفيسبوك معناها دائره التواصل يعني محدوده اللي يبعثوا معناها يتعدوا طول السبام ما نقراهمش بطبيعتي معناها قبل وانت تعرف قبل كانت كي نقرا تعليق واحد من بن قردان عامل تعليق تجاوزناها ما عادش نفركس معناها اللي يقول فيا كلمه طيبه بارك الله فيه اللي سبني ربي يسامحه اون كونتر بارتي يجيوك مساجات من المعجبات مثلا معجبات وي من مرتي من لا لا من امي ما نعرفهمش اللي يجيو علاش لا يجيو شو نقول لك ما يجيوش يجيو حاجه تسعدني وفي الدار كي تتفرج في التلفزه شنو تحط؟ تتفرج في البرامج السياسيه شنو باش مغروم؟ والله مانيش ياسر راهو نتفرج في التلفزه الحقيقه يعني اغلب اللي نتفرج فيه كي نبدا يعني قاعد نخدم اون باراليل معناها بالتوازي نبدا معناها قاعد نسمع اكثر من اللي نتفرج اني ثم برنامج معناها نتبعه ويعجبني برشا في قناه فرنسيه ام 6 اللي هو اونكيت اكسكلوزيف هذاك برنامج اللي معناها نعدل على الوقت نتاعه ونفرش فيه برشا بقيه معناها شو يعني نشوف التلفزه كيما الناس الكل فما وقت يعني في الساره مغروم حسب ما يختاروا مثلاً. في الدار معناها اني نتبع مغروم بالمسلسلات مثلا لا لا مسلسلات اخر يعني شوف في سيدي رمضان عاده نحب عادل امام حتى كي يعمل أسوأ مسلسل عادل إمام يعجبني نحب نتفرج فيه أي كلاسيك يعني ذكريات الطفولة وغيره أما عندي آخر مرة وقت اللي حريم السلطان في التوب تليشارجيت يعني يمكن 40 حلقة على الأورديناتور وتفرجت فيهم مرة واحدة دون انقطاع باش تشوف من وقتها ما عادش نتفرج من ساي أوفر دوز أوفر دوز محمد في الأخر نحب نقول لك التوتر معناتها العام الجاي باش يكون عام سخون برشا نحسوا انه الرهانات الجايه بين انتخابات بين شرجان في ان شاء الله يتعدى مش سخون كالعاده بين توا سايب باش تولي معناتها ولينا خايفين للبرامج السياسيه ومجلس النواب يجدوا السيوف على بعض هكا ولينا خايفين لا والله لا كيفاش ترى القدام؟ انا اشوف اهم شيء اللي المشترك هو انه نحكيه الحوار ما احناش بالزلالط ولا بالدبابات ولا بالسلاح مهما يكون راهو يعني في النهايه شنو هو الكلام؟ يعني حتى الخطا قابل للاصلاح وللتدارك كلمه مش حاجه كلمه معناها ماهوش خلي انه يكون عندنا قدره انه نديروا الاختلافات نتاعنا
قد يكون الجو سخون ولكن رانا صحفيين ما احناش طرف في اللعبة، احنا ما نخدمو حتى جهة. عندك مسؤولية باش ما تسخنش الجو ما تهيش الدنيا. معناها تهيش يا اخي سامحني، هو الوضع بطبيعته، انت شو مطلوب مني يعني؟ معناها المطلوب مني إدارة الحوار فقط، إنارة الرأي العام قدر الإمكان، هذا المطلوب مني. شو مطلوب مني؟ تزييف الرأي الوعي، يعني واحد يجي يقول لأنه هو يقول يعني أنا نزكي كلامه مهما كان. فما الناس ما تقبلش راهو، وثم سياسيين يعولوا على قصر الذاكرة كانوا في الحكم ويحبوا توا يبيضوا وجوههم ويكتسبوا عذرية جديدة. أنا وقت اللي يجي ضيف نحضر له، نرجع كذا كان هو كان وزير نرجع شو عمل، ما يجيش يعمل وجيه للتوانسة ويبدأ يحكي ويصور نفسه على أنه معناه المنقذ من الضلال. نرجع له شنو المنجز متاعه وقت اللي خطر في الكلام كنا نتكلمه، أما في الفعل في المسؤولية وقت ما تكون أنت في موقع القرار شو تعمل؟ هذاك السؤال. دور الصحافي هو أنه يكشف الحقيقة قدر ما ينجم، أنا وغيري معناه وكل واحد فينا يقوم يعني بجزء من المسؤولية متاعه. واضح، يعطيك الصحة، نحن تصفيقة كبيرة على محمد بوغاليب. شكرا ليك نوفل. شكرا ليك، شكرا محمد بوغاليب. ديما لبس متواصلة فاصل ثم نعود.